ومشاهدينا في كل مكان، لكم التحايا وصباح الخير عليكم جميعا. لوحة صباحية جديدة تجمعنا، لوحة خاصة اليوم بخطوط وألوان الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم. والاحتفاء بمولده هو احتفاء بقيم الحق والخير والجمال وإسقاط هذه السنن القولية والفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حياتنا اليومية، وكيف يمكن أن نأخذ العبر والعظات من حياته. فالتحايا لكم جميعا، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير، وكل عام وهذه الأمة الإسلامية بألف خير وعافية وعزة ومنعة. يا حسين الخلق الجميل يا حبيبي يا أحلى الطبيبي، يا حسين الخلق الجميل يا حبيبي يا أحلى الطبيبي، يا حسين الخلق الجميل يا حبيبي يا أحلى طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، يا عليم جهري وسمى غيبي، يا سميع دعائي يا مجيبي، وفي طاعتك نصيبي، وبست المولى يا غط عيبي، وثبت لي ما في قلبي، من علي بفتح الغريب أنت حسبي ونعم الوكيل، يا حبيبي يا أحمد طبيبي، يا حزين الخلق الجميل، يا أسندك يا زين الملاحة، يا محمد شمس الفلاحة، ويا سراج الدنيا وصلاحة، يا شفيع الأمة ورباحة، وطه يا أسير سبل النجاح، يوسف الممدوح بالسماح، وأحمد خلق الجميل، يا حبيبي أحمد طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، يضوع الطيب عن مفاحة، لليمن والشام نور لاحة، كسر زلو إهوان طاحة، اعتراه الهم والتراحة، النهر والنار دين راحة، أمة الإسلام بك فراحة، وعالي الدرجات بك يا حبيبي يا أحمد طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، يا أنت زاكي الريح العطيرة، أنت زراحات المطيرة، أنت كنز الأمة وزخيرة، وأنت يا كأساس كل خيرة، يا الأتيتنا بشيرة ونذيرة، يا مقاف الهول والهجيرة، بهلي في ظل تاجك نجيرة، يا حبيبي يا أحمد طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، يا معجزاتك من غير عدادة، منها نضج الضب والجمادة، وبدعاك رديت عين قتادة، يا غياس الأمة وسدادة، ويا عمادة وإلهام رشادة، ويا شفيعة في يوم المعادة، في وقاف اليوم الطبيب، يا حبيبي يا أحمد طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، يا غلي الإخوان اسمعوه، هذا مدح رسولكم وعوه، اللعين إبليس ارزعوه، وأوعوا عمل الخير تقطعوه، وقلوا حق والباطل دعوه، والذكر دينكم أرفعوه، تلقوا حظا وافر جميل، يا حبيبي يا أحمد طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، يا رب عنا أصحاب العظام، أرضي وهل البيت الكرام، صديق عمر الإمام، سيدي عثمان قول تام، حيدر الكرار ظل طام، وجعفر الطيار والعقيل، يا حبيبي يا أحمد طبيبي، يا حسين الخلق الجميل، البريق لا حرك شجوني، من ضريح الهادي المطلوب،
حصوني زاد غرامي واسهر جفوني وطال لذيذ النوم من عيوني وفي بطاخي لا يعزلوني ويا عليم بسركم في عوني وربي في روضات يا حبيبي يا احمد طبيبي يا حسين الخلق الجميل يا ربي يا موجود ومتعالى لمحمد سمح الخصال صل بعدد الحصى والرمال وعد بحار الدنيا وجبال من بداها ولا انتقال طريق المخلوق حال صلى الله عليه وسلم. وهي تحايا الصباح وتحايا هذه الروح الطيبة لكل المشاهدين لصباح الشروق لليوم في هذه الحلقة الخاصة بمولده صلى الله عليه وسلم، والتي نحاول أن نحكي فيها السيرة ليست بالحكاية التي دائما نتحدث عنها في مولده في سرد لسيرته، ولكن نتحدث عن إسقاط هذه العبر والعظات في سيرته وفي مولده على حياتنا اليومية، على تحدياتنا المختلفة وكيف يمكن أن نواجه هذه التحديات وأن نتجاوزها بوقوفنا على سيرته صلى الله عليه وسلم وعلى حكمة مولده صلى الله عليه وسلم. سعداء أن يكون معنا اليوم صباحا فضيلة الشيخ صديق محمد الزبير، مرحبا بك، كل عام وأنت والأمة الإسلامية بألف خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون خفيفي الظل عليكم في غناة الشروق، إنه لذلك والقادر عليه. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكما جاء في الحديث النبي الشريف هكذا قال رسول الله: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وهذا هو سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله الذي ابتعثه الله رحمة للعالمين كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. سنتحدث عن الرحمة في معناها الكبير ونتحدث عن كل هذه السمات الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن يتحلى بها المسلم، ولكن يعني في حديثنا عن الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ميلاده وبعثه في ما سبق مولده والحديث عن الإشارات التي سبقت هذه البعثة والتي سبقت هذا المولد، فخلينا نبدأ من هنا، كيف بدأت الإشارات، كيف بدأ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مولده؟ نعم، فهناك بعض الإشارات أو بعض الإرهاصات بمولده صلى الله عليه وسلم وفي حالة مولده، فكانت هناك بعض الإرهاصات ومنها تشقق إيوان كسرى ونار فارس التي لم تغمد منذ ألف عام، فقد خمدت لولايته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك خرج من رحم أمه نورا أضاء ما بين المشرق والمغرب، وهذا إن دل إنما يدل على أن هناك نبي وهو نبي الرحمة والنعمة المزداه. والحقيقة يعني حتى حديثك عن إيوان كسرى وغيرها هي إشارات كونية قد تكون هي موجودة واقعيا، ولكن أيضا في حديث عن الإشارات لمبعثه صلى الله عليه وسلم التي كانت حتى في الرسالات السابقة لرسالة الإسلام، فكيف كانت هذه الإشارات وكيف استقبلها؟ حتى عندما تحدث عن استقبال العرب في الجزيرة العربية لميلاده صلى الله عليه وسلم وبعدها في الحديث عن الرسالة نفسها، كيف كانت هذه الإشارات طريق لأن يعرف من القادم وكيف هي سماته ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمحمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأمه آمنة بنت وهب، وأبوه عبد الله. فهو أرسل الله سبحانه وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا،
وهو الرحمة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو محمد خير الأسماء، حمد في السماء وفي الأرض، هو محمود في السماء ومحمود في الأرض. ومن هذه كذلك أن صلى الله عليه وسلم جاء رحمة، لولاه لما خلق الله الكون، ولولاه ما كان على وجه الأرض من شيء. إشارات مبعثه في الرسالات السابقة. نعم، الله عز وجل يقول، الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب ورحمة لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا، قال وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء وصلى بالمرسلين في المسجد الأقصى، وكلهم أقروا بذلك وشهدوا بذلك صلى الله عليه وسلم. دعنا أيضا نقف عند ملامح مختلفة لسرد هذه السيرة في ميلاده، لنربطها بواقع وما هو في الواقع، فنحن نتحدث عن المنهج الحياتي أكثر من أن سرد للقصة. فخلينا بداية نتحدث عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم، ويمكن يعني ميلاده يتيم هي أبواب مختلفة للحديث عن ارتباطه باليتامى بالفقراء والإحسان لهم. جانب آخر لميلاده يتيم هو يعني هذا التطور في اليتم، والحديث عن أنه تجاوز، أنه ولد يتيما وتوفيت أمه وهو صغير وتوفي جده وغيرها، فبعدها أصبح أيضا التطور في هذا اليتم له تحدياته التي صنعت منه الشخصية المواجهة لمختلف التحديات. فتحدث في للشقين في اليتم، إذا كان الإحسان أو الحديث عن تكوين الشخصية نفسها. نعم، ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وهو يتيما، كما قالت تعالى في موقف التنزيل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. فهو تركه أبوه وهو في بطن أمه، وبعد ذلك توفت أمه وهو عمره 6 سنوات، وبعد ذلك قام بكفالته جدي عبد المطلب، وبعد ذلك عمه أبو طالب. فكان يتيما، وكان صلى الله عليه وسلم في يتمي هذا عبرة وعظة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الفترة، وكذلك كل الفقراء وكل اليتامى يعيشون مولده صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وحديثنا أيضا عن أن دائما يعني نحن الضعيفين عندما نجد تحديات في الحياة نكون أمامها منهزمين أكثر في كثير من الأحيان، فإلى أي مدى يعني هذا التجاوز والتحدي لليتم زي ما ذكرت في مراحل مختلفة صنع منه هو قادر على مجابهة مختلف التحديات، وده يمكن في إسقاطه على الحاضر في حديثنا عن ما يواجهنا في الحياة وكيف يمكن أن نتجاوز مختلف التحديات. نعم، ما يواجهنا اليوم وهو نحن في عصر العولمة وعصر التطور، والعصر ما يسمى بعصر العولمة أو عصر وسائل التواصل الاجتماعي، فينبقي علينا أن ننتصر على هذه الوسائل وأن تكون هي أداة خير وليس أداة شر، لأن الآن نحن في عصر أصبح الشباب فيه بعيدا كل البعد عن الله عز وجل وعن دينه، فينبقي علينا كشباب يعني أن نحزو وأن نقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صحيح. وحديثنا عن هذه التحديات للفضاءات المفتوحة هي واحدة من التحديات التي تجابها الأمة ولا بد أن تستثمرها إيجابا، ولكن هي التحديات في الحياة مختلفة. ما أردته من السؤال هو الحديث عن هذا التكوين في إسقاط على الواقع، في التربية وتكوين الشخصية للإنسان وللبشر عموما، بأنه يكون متجاوز لتحديات الحياة وكيف يمكن أن يكون شديد فيها يعني. نعم، كما قال تعالى في محكم تنزيله: علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فينبقي علينا أن نهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نغتفي أثره، لأنه هو قدوتنا، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر، لأنه هو نورنا، كما قال تعالى: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فينبقي علينا ونحن مسؤولون
وكلنا ينبقي علينا أن نكون قدر المسؤولية وقدر التحديات، وأن نجابه هذه التحديات بما ينبقي علينا أن نكون قدر المسؤولية، لأننا في عصر دامس، عصر أصبح الإسلام فيه قريب على الناس، كما أصلا بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا فطوبى للقرباء. فعلينا أن نتمسك بهذه قصصهم. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. صحيح. هو الحديث عن اتباع منهجه في التربية للأبناء، اتباع منهجه في جوانب مختلفة قد يظن البعض بأنها غير مواكبة للعصر كما ذكرت، في ظل أن هو الإسلام هو الرسالة المتجددة والقابلة لأي مكان وزمان. وفي حديثك يعني خلينا نقف عند إخراجهم من الظلمات إلى النور، وهو حديث عن بيئة الجزيرة العربية وقتها، وكيف كانت هذه البيئة مما تحويه من ظلام فعلا ومشكلات وغيرها، وكيف خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النور. فنتحدث عن هذه البيئة وتهيئتها أيضا لاستقباله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء صلى الله عليه وسلم والناس في ظلمات بعضها فوق بعض، وقد كان الناس يعبدون الأصنام منذ فترة بعيدة ومنذ أمد بعيد، فجاء لإخراجهم، حتى كما جاء في الحديث خير ما جئتكم به أنا والنبي من بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان العرب في جاهلية عمياء وفي ظلمات، فكانوا يعبدون الأوثان لأنهم يعتبرون أنها تقربهم الله عز وجل. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا لأن الله سبحانه رضي لنا الإسلام دينا، ورضي لنا رسول الله بأنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم. والحديث عن إكمال الدين هو نعود به للحديث عن أن هذا الإسلام هو منهج متجدد ويمكن أن يواكب كل ما يأتي به العصر. وخلينا نسقط على الموجود حاليا في حديثنا عن الحريات المختلفة، بداية نتحدث عن جانب الحريات وكيف يمكن أن يكون هو التحرر في جانب الفكري أكثر. في حتى الآن نتحدث عن هذه البيئة في الجزيرة العربية التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشياء هي كانت قيود محددة من سنين هي موجودة حتى في أفكار الموجودين في الجزيرة العربية، وكيف يمكن أن مجابهة هذه التحديات. فحديثنا عن تحرر الفكر وقتها يعني. نعم. الحرية طبعا هذا الهوس الذي يضج ويعج في الساحة، ليست هناك ما يسمى بالحرية أو الحرية المطلقة، حتى الحريات مقيدة بديانات سماوية، مقيدة بقيم، مقيدة بأخلاق. الله عز وجل يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، بمعنى أنه ما في حرية، ما في حاجة سيكون هو فري حر، بمعنى يفعل ما يريد أو يفعل ما يشاء. خلينا نثبت عشان كل الشباب بيشاهدونا إن هي موجودة الحرية، ولكن فهمنا للحرية خارج عن القيود التقليدية، هي ممكن يكون حتى يعني العرب في الجزيرة العربية تحدث عنه تخلصوا عن هذه القيود الفكرية بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى أي مدى رسالة الإسلام هي قابلة لهذه أو استيعاب هذه الحرية التي يمكن أن تكون هي الحرية الحقيقية؟ نعم، الحرية الحقيقية وهي تعني بمعنى لما سمح الله لك عز وجل أن تتحرك من خلاله، من خلال كتابه سبحانه وتعالى، ومن خلال سنة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإلا الإنسان أصلاً الله خلقه لعبادته، وخلقه لهدف، وخلقه لغاية. لكن ما نراه الآن في الساحة ما يسمى بأن الإنسان هو حر وهو فري يفعل ما يشاء، فهذا الإسلام قيد هذه الحرية، فالحرية تنتهي عند حرية أخيك، فإذا عبرت بعد ذلك فأنت كنت تعدد على حرية الآخرين. فبمعنى الحرية بأنها مقيدة، يعني ما فيها حيث يسمع الإنسان هو يفعل ما يشاء. نعم صحيح. وحتى في مناهجنا التي نتحدث عنها الحياتية، خلينا أيضا نتحدث في جوانب أخرى عن تجديد هذه الرسالة. في حديثنا عن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، مع المرأة، فهذه الرحمة في يعني الوعاء الأوسع لها. نعم، هكذا كان رسول الله وهو يعتبر الرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم، لقد قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحمه للامه وهو رحمه للبشريه، رحمه للكافر ورحمه للمسلم ورحمه للمنافق ورحمه لكل المخلوقات ورحمه لكل الحيوانات، وهو يعتبر الرحمه والنعمه المهداه والرحمه المزداه. فمن اجل ذلك ينبغي علينا يعني ان نكون رحيمين، أن من الله يرحم لا يرحم، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الله. كيف ترحم المرأة زوجها، وكيف يرحم الزوج زوجته، وكيف يرحم الأب أبناءه وبناته، وكيف تكون هذه الرحمة بين أيدينا ونحن نعيشها واقع باعتبارها لطف وباعتبارها حنان وباعتباره عطف يتدفق بين أيدينا. صحيح، وهي جوانب مختلفة نحن نتحدث عنها في حديثنا عن الواقع وعن الحياة، ويمكن أن نربطه بالسيرة النبوية بمولده صلى الله عليه وسلم وسماته المختلفة. فدعنا نتحدث في إطار السمات عن الصدق. وقد ولد صلى الله عليه وسلم بهذه السمة صادقا حتى قبل أن تأتيه الرسالة. إلى أي مدى هذه السمة كانت هي دافع لأن تكون رسالة الإسلام هي منتشرة، يعني حتى العرب قبل الإسلام كانوا يصدقونه صلى الله عليه وسلم. خلينا نتحدث عن هذه السمة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل دعوته ومنذ سقره كان أمينا وكان صادقا وكان لا يعرف الكذب وكان جادا، كان هكذا رسول الله وحتى لقب بشنو بالأمين، أنه كان أمينا منذ صغره. فالله عز وجل حفظه منذ صغره وحفظه كذلك في كبره، فإنه الصادق وهو الصادق وهو المصدوق. نعم نعم، ويعني دائما عندما نتحدث عن هذه السمات المختلفة نتحدث عن جوانب لوجود هذه السمات. وفي حديثنا عن سمات الصدق والأمانة وغيرها من السمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديثنا عن ما يحدث هذا السلام الداخلي الذي ينعكس على تكوين الفرد وينعكس على المجتمع. فخلينا أيضا نتحدث في هذا الجانب، إلى أي مدى امتلاك هذه السمات الطيبة يمكن أن يكون له أثره على الفرد وأن يكون يحقق هذا السلام الداخلي الذي يحقق السلام المجتمعي الذي ندعى له جميعا. نعم، لا شك ولا ريب أن السلام وهو اسم من أسماء الله عز وجل، وأن السلام بمعنى الأمان والثقة، وأن السلام هو يعتبر تحية أهل الجنة كما قال تعالى سلام قول من رحيم. ورسول الله في حاجة يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومعنى السلام بمعنى بالأخص السلام الداخلي، كيف يسلم الإنسان على نفسه وكيف يكون سليم القلب وكيف يكون سليما مع غيره وكيف تكون نواياه سليمة. فعشان من أجل ذلك السلام الله عز وجل ذكره في كتابه العزيز هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فمن أجل ذلك لابد للناس أن يعيشوا كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فينبغي علينا أن يكون هناك السلام الفردي والسلام الجماعي والسلام المجتمعي. صحيح. والسلام الأسري. صحيح. والسلام الدولي. سنرجع يعني للحديث عن السلام الداخلي وكيف يمكن أن ينعكس على المجتمع وكيف نزع إلى ذلك من خلال سيرته النبوية وعكس الاستماتة المختلفة على هذه الحياة لنكون في هذا النهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ندعوك وكل مشاهدينا مدحة ونعود لنواصل هذا الحديث. حوضك المورود صاحب اللواء المعقود ضوى الليالي السود اعطاك الشفاعة حوضك المورود صاحب اللواء المعقود بسم الله ابتديت بالواحد المعقود الصمد القديم الباقي حي موجود
صاحب اللواء المعقول. نعطينا الأمان، نعطينا الأمان في الدنيا نلغى نسود، في الدنيا نلغى نسود، في الدنيا نلغى نسود، في الآخرة النجاة نسكن جنان وخلود. صاحب اللواء المعقول طول ليالي سود، أعطوك الشفاعة وحوضك المولود. صاحب اللواء المعقول سنيت بالرسول طول ليالي سود، سنيت بالرسول طول ليالي سود، مصباح الظلام الفضل ما مجحود. صاحب اللواء المعقول يوم حول الغيامة، يوم حول الغيامة النار لسانا يقوم، النار لسانا يقوم، النار لسانا يقوم، النار لسانا يقوم، جانا المصطفى وخمد هلين أخمود. صاحب اللواء المعقول هو الليالي سود، أعطوك الشفاعة وحوضك المرور. صاحب اللواء المعقول يوم وضع الرسول النور لاح ضوى، يوم وضع الرسول النور لاح ضوى، وحاضرات في النساء مريم مع حواء. صاحب اللواء المعقول والحور الحسان، الحور الحسان جليه غير شوى، جليه غير شوى، جليه غير شوى، معزولات نقاوى من الجنان جوا. صاحب اللواء المعقول طول ليالي سود، أعطوك الشفاعة وحوضك يا الرسول الدنيا ما كانت، لولاك يا الرسول الدنيا ما كانت، لولاك يا الرسول الآخر ما بانت. صاحب اللواء المعقول لولاك يا الرسول، لولاك يا الرسول أمورنا ما هانت، أمورنا ما هانت، أمورنا ما هانت، أمورنا ما يا الرسول عروضنا ما انصانت. صاحب اللواء المعقول طول ليالي سود، أعطوك الشفاعة وحوضك المرود. صاحب اللواء المعقول لولاك يا الرسول لا كان ولا كنا، لولاك يا الرسول لا كان ولا كنا، لولاك يا الرسول ما بانت الجنة. صاحب اللواء المعقول لولاك يا الرسول، لولاك يا الرسول ما عرفنا ليه هنا، ما عرفنا ليه هنا، ما عرفنا ليه هنا، بينت الشريعه وسويت لنا السنه. صاحب اللواء المعقول ولي اهل سود، اعطوك الشفاعه وحوضك المورود. صاحب اللواء المعقول كل الامور حوزا، اعطاك الاله كل الامور حوزا، خصاك بالشفاعه والخلق بك فوزا. صاحب اللواء المعقول قال لك الجنان، قال لك الجنان بحور ما حجوزا، بحور ما حجوزا، لا من تدخل انت او تاخذ العوزا. صاحب اللواء المعقول والليالي سود، أعطوك الشفاعة وحوضك المرور. صاحب اللواء المعقول يا سيد الرسول فوقك رفع حسي، يا سيد الرسول فوقك رفع حسي، يا ظل وضرايا قلبك أنا أرسي. صاحب اللواء المعقول يوم فصل الغضاء، يوم فصل الغضاء كل الرسل نفسي، كل الرسل نفسي، كل الرسل نفسي، عدوك الرياسة وغيرك ما بترسي. صاحب اللواء المعقول طول ليالي سود، أعطوك الشفاعة
فوقك حكى لساني يا سيد الرسول فوقك حكى لساني ناداك الإله خصاك بالمساني صاحب اللواء المعقول يوم هول الغيام يوم هول الغيام أعطاك كرم سالي أعطاك كرم سالي قال قومك يدخلوا بالباب اليماني صاحب اللي والمعقول دعوا الليالي سود أعطوك الشباب وحوضك العروض صاحب اللي والمعقول يا سيد الرسول فوقك نطق فمي يا سيد الرسول فوقك نطق فمي شاشد بمديحك رجز عليك نمي صاحب اللواء المعقول يوم هول الغيام يوم هول الغيام تاكل عليك همي تاكل عليك همي تاكل عليك همي جوي اخوتي والدي مع امي صاحب اللواء المعقول دعوا الليالي سواد اعطوك الشفاعه وحوضك القرون صاحب اللواء البروق لا حل يا أحبة الليل البروق لا حل يا أحبة جالا في الفؤاد سال الدمع صبا صاحب اللواء المعقول لمتين السفر لمتين السفر ما قمت أدبا ما قمت أدبا ما قمت أدبا أزور حرم الشريف في اليوم صباحا بمولده هو وقف كما ذكرنا عند القيم المختلفة في ميلاده صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن نعكسها على الواقع والخصوصية هذه الحلقة صباحا تأخر الموجز الأخباري نصف ساعة فنعتذر منكم ونعود للزملاء في الاستوديو الأخبار مرحبا بك مصطفى عبيد الله مرحبا بك تيسير ومرحب بضيفك الكريم الشيخ صديق محمد الزبير وكل عام وأنتما بخير وكل عام والشعب السوداني والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومقاربها بألف خير وأهلا ومرحبا بكم موجز لأهم وآخر الأنباء أهلا ومرحبا بكم بعث الرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة للرئيس يوري موسفيني رئيس جمهورية وكندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وأعرب فيها البرهان عن تقديره لما يربط الشعبين من أواصر أخوة صادقة منوها إلى تميز ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً حرص السودان على دفع وتعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين دعا حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي الشعب السوداني للوحدة والتماسك وعدم الانجرار وراء ما وصفه بالسياسات الدخيلة على مجتمعاتنا السودانية التي تعمل على تفتيت عرى الوحدة والتعايش بين المكونات الاجتماعية المختلفة جاء ذلك لدى مخاطبته الليلة الختامية لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بحاضرة إقليم النيل الأزرق مدينة الدمازين مؤكداً أن النيل الأزرق ما زالت بخير رغم الأحداث الأخيرة التي شهدها الإقليم ممتدحاً اللوحة الزاهية التي شكلها الاحتفال بالمولد واصفاً إياها بأنها خير دليل على تمسك إنسان النيل الأزرق بمبادئه الموروثة التي لا تعرف القبلية ولا الجهوية ولا المناطقية بل تعيش كلها مجتمعة في تناقم وتجانس وقع السودان ودولة جنوب السودان مذكرة تفاهم
تهدف لتسهيل حركة المزارعين والرعاة والمواطنين بشكل سلس دون قيود، وذلك على الشريط الحدودي الذي يربط ولاية النيل الأبيض السودانية ومقاطعة الرنغ الجنوب سودانية. وكشف دوك جول نغور محافظ مقاطعة الرنغ عن كثير من الجهود التي تمضي بينهم وولاية النيل الأبيض لتعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأزلية التي تجمع المواطنين في الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم قد تم توقيعها بمحافظة الرنغ بدولة جنوب السودان. الخبر الأخير في هذا الموجز، افتتحت حكومة النيل الأبيض عدداً من المنشآت الخدمية بمنطقة جودة بمحلية الجبلين المحادة لدولة جنوب السودان. واشتملت هذه المنشآت على مدرسة للأساس ومحطة لمياه الشرب ومركز صحي. وقال الصادق محمد عثمان ممثل والي النيل الأبيض لدى مخاطبته حفل افتتاح هذه المنشآت إنهم ماضون في تقديم الخدمات للمواطنين في شتى المجالات، خاصة فيما يلي التعليم والصحة والمياه والكهرباء، مشيرا إلى جهودهم الرامية لتقنين أوضاع اللاجئين بالمعسكرات وذلك بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين بالخرطوم. انتهى الموجز، هذه عودة إلى تيسير. تيسير، شكرا مصطفى، لك التحايا صباحا، ولكل الأمة الإسلامية كل عام وأنتم جميعا بألف خير، ونحن نحتفي بمولده صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عن عبر وعظات وإسقاطها على الواقع. سعداء نرحب من جديد بفضيلة الشيخ صديق محمد الزبير، مرحب بك من جديد. وكنا نتحدث في جوانب مختلفة لوجود هذه السمات المختلفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاطها على الواقع، وكيف يمكن أن نحقق هذه السمات في حياتنا وفي منهجنا اليومي. وقفنا عند السلام، والسلام يبدأ بحديثنا عن السلام الداخلي للفرد وكيف يمكن أن ينعكس على السلام المجتمعي، فنواصل في هذا الحديث في حديثنا عن السمات المختلفة لخلق السلام في تكوينه صلى الله عليه وسلم، وكيف انعكس ذلك على بيئته، وكيف يمكن أن نسقط ذلك على حياتنا اليومية. إسقاط ذلك لا شك ولا ريب في حياتنا اليومية. السلام كما قلت آنفا بمعنى يعني أنه الثقة والأمان، والسلام بمعنى أن يسلم المسلم على أخيه المسلم. قال الحديث حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، لأن عندما تسلم عليه أو على أخيك المسلم فيعطي إشارة ويعطي إليه الثقة والأمان، عكس إذا لم تسلم عليه لا شك ولا ريب أنه ربما يظن ظنا سيئا. من أجل ذلك لا بد من السلام، والسلام يعتبر سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سنة، والرد واجب، أن يرد الإنسان المسلم على أخيه المسلم، وأن يسلم الناس جميعا، وأن تكون قلوبهم سليمة. نعم، ما يسمى بالسلام الفردي أو السلام الجماعي أو السلام الداخلي، اللي هو وهذا سلام الذات أو سلام النفس، يعني أن تكون إنسان نفسه سليمة من كل شائبة ومن كل مرض معنوي وما شابه ذلك. ويمكن حديثنا عن السلام الداخلي الذي ينعكس على المجتمع هو حديث عن توافق القول والفعل، وهذا قد يكون قد نفتقده أحيانا وهو سبب في كثير من المشكلات، فهذا ما أود الحديث عنه، أنه يجب أن يكون هذا السلام موجود في توافق القول والفعل، ووجود هذا السلام في انعكاس على المجتمع وعلى الحياة عموما. نعم، الله عز وجل يقول في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. ولا بد للقول أن يتبعه الفعل حتى يتحقق هذا السلام، وحتى يخرج هذا السلام من الداخل إلى الخارج ويكون واقعا معاشا، لأن الإنسان عندما يكون سليم الصدر وسليم القلب، الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الكبر، سليم من الرياء، سليم من الأمراض المعنوية التي ربما تلقي بصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. صحيح. وفي حديثنا عن القول والفعل دعنا نتحدث في جانب، يمكن هو نحن دائما عندما نتحدث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه نتحدث عن السنة القولية، ولكن هذه مساحة أيضا بما أننا نحتفي بمولده أن نتحدث عن أهمية اتباع السنن الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لا شك ولا ريب أن هناك سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقليدية، يعني بمعنى السنة الفعلية وهي التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب عليها وأمرها في جماعة ولم يدل دليل على وجوبها، فينبقي وهكذا غرسل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك، نعم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي وسنتي بمعنى سنة صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بمعنى نطيع كتابه ونطيع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نتمسك في هذا العصر الحديث بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يكون واقعنا كواقع الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون واقع الأمة كواقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو حديث عن يعني عندما نتحدث عن السنة الفعلية جانب مهم أن نتحدث عنه في ظل التحديات الماثلة في إدارة الفرد وإدارة الجماعة والسياسات المتبعة في من قبله صلى الله عليه وسلم في إدارة الفرد والجماعة. الإدارة، والإدارة منذ أمد بعيد، ونحن نعلم أكبر مدير وأكبر غائد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينبقي علينا أن نتأسى بأسوته وأن نقتدي أثره وكيف كان يدور صلى الله عليه وسلم كل حركاته وسكناته وحياته، لأن كما قال تعالى في محكم التنزيل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ينبقي علينا حياة المسلم ومماته وكل حركاته وسكناته أن تكون وحتى إدارته للوقت أن يكون كحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، فينبقي علينا كيف ندير أوقاتنا وكيف ننظر إلى المدير الناجع والناجح الذي يدير وقته ويدير ما أوكل إليه من مسؤولية، وهي إدارة الحال، يعني دائما نتحدث عن أحوال مختلفة، فالجوانب لإدارته صلى الله عليه وسلم في موازنات الرحمة والشدة وغيرها من السمات التي نتحدث عنها والتي يعني يملكها صلى الله عليه وسلم ونريد أن تكون نهجا حياتيا في حديثنا عن هذه السمات، نتحدث عن إدارة الفرد والجماعة في الشدة وإدارة الفرد والجماعة في الحرب وفي السلم وغيرها وهذه الموازنات المختلفة. هكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فالإنسان عندما يكون في حالة الصحة وفي حالة الغنى وفي حالة الميسرة ينبقي عليه أن يغتنم هذه الفرصة، تعتبر فرصة ذهبية، إذا كان غنيا فلينفق وإذا كان فقيرا فليستعفف، وإذا كان نصيحا أو صحيحا عليه أن يغتنم صحته في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله، وإذا كان نصيحا عليه أن يعبد الله حق وجل عز وجل حق عبادته. نعم. صحيح، وإذا السياسات المختلفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسقطها على واقعنا لا بد أن لا نتجاوز حديثنا عن الاقتصاد، فإدارة الاقتصاد في سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن تسقط على الواقع. نعم، أو ما يسمى هناك بالاقتصاد الإسلامي، فكيف ينبقي علينا نحن كمسلمين أن أسلم اقتصادنا وأن يكون اقتصادنا ليس كالاقتصاد الغربي، كثير من الناس يغلدون وربما يكون اقتصادهم على غير الاقتصاد الإسلامي الذي هو ينبقي أن يكون، فينبقي إذا أردنا أن نضبط ذلك على الواقع ينبقي علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، فنجد ما في كتاب الله ما فيه الكفاية وما فيه الكفاية والشفاء إن شاء الله. وخلينا نتحدث في نماذج وتفاصيل عن إدارة الاقتصاديات للدولة، دائما هو حديث عن أنه هذا النهج وهذه السمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتكوين في حديث عن الإدارة في مفهومها الأوسع، يعني ليس التفاصيل عن الاقتصاد يمكن يحتاج لحلقات للحديث عن الاجتهادات المختلفة في الاقتصاد ونظريات المختلفة وغيرها، ولكن هو حديثنا عن جانب الإدارة بشكل خاص وكيف يمكن أن نسقط إدارته صلى الله عليه وسلم لاقتصاديات دولته في ما نواجهه الآن. نعم، الله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وبالتالي لو لاحظنا إلى اقتصادنا اليوم كثيرا من الناس ربما يسرفون حتى في حركاتهم وفي إداراتهم وفي إرشادهم للمال العام وحتى المال الخاص وكان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، وهذا لا بد إنسان أن يقتصد في حياته لأنه من اقتصد كان غنيا لا شك ولا ريب في ذلك.
صحيح، وهي جوانب مختلفة للحديث عن هذه السمات وعن سيرته صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن نسقطها على الواقع، وجوانب مختلفة دائما نتحدث عن المواكبة والعصر وكيف يمكن أن تكون هذه ما يعرف بالثقافة أو الجوانب للتحضر وغيرها، وربطها بجوانب الدين. في كثير من الأحيان أو البعض يظن أن هذا الدين هو كلاسيك نوعا ما أو شيء قديم يمكن أن ينتهج به، ولكن لا يمكن أن يكون هو مسار حياة. فخلينا اليوم نتحدث عن مولده صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن أن نعتبر وتكون هنالك عظات في مولده صلى الله عليه وسلم، أن نكون حديثنا عن الدين الحياة، وكيف يمكن أن نستثمر تفاصيل الدين ونحكم وفقها في جوانب حياتية مختلفة. نعم، لا شك ريب أن في هذا العصر الدامس أو ما يسمى بعصر التطور والتكنولوجيا وعصر الوسائل الحديثة، ينبغي علينا ونحن كمسلمين أو كمسلمات أن ننتهج نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن في عصر العولمة وبالأخص الشباب في مواجهة العولمة، لأن اليوم كثيرا من الشباب ربما رضعوا في ثدي القرب أو ربما تشبعوا من الغرب أو ربما يحاكون الغرب أو يغلدون القرب، لكن لا ينبغي للشباب المسلم، لو نظرنا إلى الشباب الأول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرن الأول كيف كان الشباب، من الشباب كأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو عمره 37 سنة، وعمر الخطاب عمره 27، وعثمان بن عفان وعمره 34، وعلي وهو في العاشرة من عمره. هؤلاء كانوا غدوة وكانوا أسوة، كانوا شبابا، كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقون الله عز وجل. ينبغي للشباب المسلم أن يكون هكذا، أن يكون شباب يقتدي بهذا الشباب اللي هو الشباب الأول، وإلا إذا فقد الشباب ضالته فبالتالي ينحرف وينجرف. ونحن الآن في ظل العولمة وظل التطور وظل الوسائل الحديثة، ينبغي علينا أن نوجهها التوجيه الصحيح، لأن الشاب إذا خرج عن دينه فهذه مشكلة، ينبغي عليه أن يرجع إلى صوابه. صحيح. وأن يرجع إلى كتاب الله عز وجل. الحديث عن الشباب شخص صديق هو حديث عن الجوازب، يعني لا بد أن تكون هنالك طرق جاذبة في الدعوة، لا بد أن تكون هنالك ثوابت وأساسيات في التربية وغيرها، سنعود للحديث عنها. ولكن نحن دائما في هذه الحلقة الاحتفائية ننقل مشاهد الاحتفاء في جوانب مختلفة، والسودانيون بيوتهم وساحاتهم عامرة بمحبته صلى الله عليه وسلم. سننتقل عبر هذه المادة إلى الدمازين النيل الأزرق ونشاهد ملامح للاحتفاء بالمولد النبوي. عجبني الرسول الان له الحجري، وين شبه الرسول ليله الغدر، وين شبه الرسول الفيح زعل كدري، يا احباب الرسول شدوا ريح البدري زوروه هناك احمد البدري، ضاق بي العمر في زايل وحسري الدنيا في الخبر قالوا بقض عصره. فأريد أن أقول لكم كل مشايخ الطرق الصوفية الموجودة في النيل الأزرق، وبالتحديد اليوم احتفلنا معكم في الدمازين على دير نخد يدنا مع بعض. السودان أصلا أدارهم عاصمة الطرق الصوفية، حكومة السودان تنزو من الإمام محمد أحمد المهدي 1881، دفل لمن ظهر الإنجليز ده برضو كان صوفي، لذلك ثقافتنا ريحة كالسودانين مبنية على الطرق الصوفية، ما بنعرف التحوية، ما بنعرف
القبلية. ما حصل يوم يوما ما علمونا بحاجة اسمها القبلية. أنا داير أقول الطرق الصوفية في النيل الأزرق لازم يكون في المقدمة. إلى اليوم الطرق الصوفية يكون في المقدمة. أنا داير النيل الأزرق لازم يكون نموذج لكل الولايات الثانية. ده بلد السلام، بلد فيه تنوع عريق، تنوع قوي، ده من الحاجات اللي دايرين. أنا داير أقول لكم الحاجات اللي حصلت لنا قبل فترة والله ما بتشبه إنسان النيل الأزرق. حاجات ما بتشبه إنسان النيل الأزرق. أنا داير أوجه رسالة لكل أقاليم السودان أو إلى السودان، النيل الأزرق بخير والنيل الأزرق هينزل بخير. الخلافات البسيطة بالنسبة لبعض الأخوان السياسيين يجب علينا أنها ممكن نفتح صفحة جديدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نهني الأمة الإسلامية وشعب إقليم النيل الأزرق بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحمة ونور وهداية للعامة وللمجتمع عامة ولكل الإنسانية. ونسأل الله عز وجل أن يعيده على هذا الإقليم بالأمن والأمان والسلام، وأن يعيم عليه بالخير والوفير إن شاء الله. وحقيقة مولد النبوي الشريف بالرغم من الظروف اللي حصلت في الولاية إلا الحمد لله رب العالمين، المولد أكد بأنه هذه الولاية تعيش في سلام ووئام وبحمد الله سبحانه وتعالى. وثانيا من خيرات هذا المولد النبوي الشريف إنه معظم الشباب الصغار يعرفون إنه هذه الأيام أيام طيبات ولد فيها المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن كذلك به خيرات كثيرة لكافة المجتمع، لأن هنالك أطفال يبيعون اللعاب ونحن كعاملين نستفيد منه تجاريا. والله بجد يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم فوق الفرحة بتعيم لكل الناس. يمكن في الرعاية الاجتماعية هي المسار المعنية للشؤون الدينية والثقافة، وما أود أن أقول في هذه الثانية بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، ونشجع الكبار التي هي أحسن، ونشجع التدين لأنه التدين بيقصر المسافة، التدين معناه السماحة، التدين فيه قيم إنسانية نبيلة. كل التحايا لأهلنا في النيل الأزرق، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. نجدد التحايا لكم مشاهدينا، ونحن نحتفي بمولده صلى الله عليه وسلم، وهي ألوان مختلفة للاحتفاء في ولاياتنا المختلفة. وداخل الأستوديو نرحب من جديد بفضيلة الشيخ صديق محمد الزبير، وكنا نتحدث عن جوانب مختلفة لهذا الاحتفاء في أخذ العبر والعظات في سيرته ومولده صلى الله عليه وسلم. وقفنا عن اغتداء الشباب صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن هناك قيم مختلفة يجب أن تكون هي موجودة عند الشباب كنهج من سيرته صلى الله عليه وسلم. ولكن فضيلة الشيخ، دائما نتحدث في ظل المواكبة، والشباب في جوانب موجودة حياتية لا يمكن أن ينفصلوا عنها في مجتمعهم، فشكل الرسالة والدعوة وكيف يمكن أن نجدد هذه الطريقة في الدعوة وفي شكل تقديم صورة القيم للشباب أو سكبها في قوالب جاذبة للشباب،
فهذا يمكن هو الجانب المفقود يمكن يكون عند شبابنا، والذي سيقود بالتأكيد لما نصبوا إليه في حديثنا عن تمليك هذه القيم للشباب. نعم، مرحبا بك مرة ثانية. هكذا يا ورسول الله، يعني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمن هؤلاء السبع شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، هذا من الشباب الذين يكونون في ظل الله عز وجل. هذا الشاب هو الذي نشأ في طاعة الله عز وجل، ليس بالضرورة أن يكون في المسجد فحسب، ممكن يكون في المؤسسة التربوية، ممكن يكون في المؤسسة التعليمية، ممكن يكون في المؤسسة الخدمية، ممكن يكون في المؤسسة الإعلامية، ممكن يكون في أي مؤسسة من مؤسسات، وفي النوادي وجوانب الترفيه المختلفة. نعم، لكن على هذا الشاب أن يكون أولا يعني أن يكون طرحه طرح بناء، وأن يكون هذا الطرح فيه نوع من المرونة حتى يجد ضالته، لأن الشاب إذا كان متطرفا أو كان منزويا أو كان آوى إلى ركن ما، فإنه لا شك ربما لا يجد بعض الشباب من يقفون معه، فلا بد من المرونة ولا بد من الدعوة إلى الله عز وجل. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من أجل ذلك فالشاب لا بد، ونحن في العصر الحديث وعصر الشباب، وليس بضروره ان يكون شابا، ممكن تكون كذلك يعني شابه، يعني شاب او شابه، فتى او فتاه يعني، فكلاهما مسؤولون وكلاهما، فالرساله موجهه اليهم، فينبقي عليهم ان يكونوا مسؤولون عن الدعوه وعن هم الدعوه واستحداث طرائق الدعوه. نعم، مهم يعني، لا بد من اللين. نعم، فبما رحمه انت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف. اذا لا بد، لانه ما يؤخذ باللين لا يؤخذ بغير شنو، بغير اللين. فلا بد من الشباب يعني اول حاجه ان يتعرف الى الله عز وجل، وان يعرف دينه، وان يعلم ان امته هي خير امه اخرجت للناس، لانه مهمتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن لا نريد شبابا يتشبهون بالغرب او يغلدون القرب او كشباب الذين رجعوا في الغرب، ان تكون ثقافتهم وايديولوجيتهم وافكارهم كلها وهي تنصب في مصلحة القلب. الشاب المسلم لابد أن يكون شابا قويا، لابد أن يكون قويا في دينه، قويا في صلته بالله عز وجل، قويا في رسالته، قويا في هويته، وإلا كان الشاب خواء. والحديث عن الجوانب المختلفة زي ما ذكرت، إذا الشاب أو الشابة، وعندما تحدث عن المرأة هو حديث مختلف في حديثنا عن تكوين هذه الأسرة وبناء المجتمع وغيره. فالآن أصبحت تحديات مختلفة تواجه النساء في حديثنا، حتى إذا شاهدنا في الميديا أصبحت مفتوحة بنشاهد مشكلات مختلفة للنساء وحكاية مختلفة للمشكلات الأسرية وغيرها. فده بيقودنا مباشرة للحديث عن انتهاج سنته صلى الله عليه وسلم وإضغاطه على البناء الأسري الذي هو مؤثر بشكل فعلي في المجتمع. نعم، هكذا يقول رسول الله أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنان شئتي. ده بمعنى شنو؟ إذا صلت الصلاة المفروضة عليها، الصلاة المفروضة عليها، وصامت شهرها وأطاعت شنو؟ زوجها. إذا الطاعة في المعروف وليس في شنو؟ وليس في المعصية. فينبقي على المرأة المسلمة أن تكون كذلك، وينبقي على المرأة المسلمة أن تكون كالنساء الخالدات، كالنساء الوسن، كالسيدة عائشة رضي الله عنها، وكخديجة بنت خويلد، وكأسماء، وأن تهتدي بهديهن. لأنه الآن ما نراه الآن كثيرا من النساء، وربما يغلدن الغرب، ربما يغلدن الغرب في يومهن أو في حياتهن اليومية. فعليهن أن يرجعن الله سبحانه وتعالى وأن يستغفرن. يجب أن نتحدث يعني الآن عندما نتحدث عن تقليد الغرب أو الانتهاء بما موجود في الغرب في المطلق، قد يفهم من البعض في أنه حديث عن كل الجوانب الموجودة في الغرب. فخلينا نتحدث في زاوية نأخذ ما نحب أو ما يمكن حتى العلوم أو غيرها من المناهج والعلم الذي يمكن أن يطور الفرد، ونترك ما يمكن أن ينافي الدين. هذا ما سنعود للحديث عنه بعد انتقالنا في ملامح أخرى للاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم من ساحة المولد بأم درمان. سلام عليك سلام على المولد بالبابا، سلام عليك.
عليه وسلم أتم الصلاة بأفضل التسليم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفي في هذه اللوحة الصباحية بمولده صلى الله عليه وسلم في ربط لهذه السمات وسرد لسيرة المولد والعبر والعظات من هذه السيرة وكيف يمكن أن نسقطها على الواقع. نرحب من جديد بفضيلة الشيخ صديق محمد الزبير، وكنا نتحدث في جوانب مختلفة لوجود سماته صلى الله عليه وسلم على واقعنا، تحدثنا عن الأسرة كنواة للمجتمع وكيف يمكن أن تبنى هذه الأسرة لتكون هي أسرة فاعلة في المجتمع محققة للقيم المختلفة في سيرته صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا ورسول الله
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. فهناك لابد أن لا يخلط الإنسان بين دور الرجل كراعي وبين المرأة كراعية في بيتها بالنسبة لأبنائها وبناتها، لأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب العراقي. ولا شك ولا ريب أن المرأة إذا صلحت صلح كل المجتمع، وإذا فسد المرأة فسد كل المجتمع، لأن بهذه المرأة الصالحة، المرأة المربية، المرأة التي تعرف دينها وتعرف ربها وتبرز قيمها وأخلاقها، وبالتالي هي لا شك أنها تربي جيل ينتظره المستقبل وينتظره المجتمع. فبالتالي المرأة لا بد لها دور فعال، فينبقي على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، تتقي الله في زوجها وتتقي الله في أبنائها، لأنها هي بصلاحها يصلح المجتمع. وبالتالي المرأة وهي عبارة عن رسائل المجتمع، إذا هي ربت أولادها أو بناتها تربية صحيحة، هذه التربية تنعكس في الشارع العام وتنعكس في المؤسسات وتنعكس في كل الدور بتاعت الحياة. وبالتالي الإسلام أعطى المرأة يعني حيزا كبيرا وجانبا مهما. صحيح، وهو جوانب للتحديات المختلفة اللي أصبحت يعني تواجه الأسر. في حديثنا عن طرق التربية المختلفة، الآن زي ما ذكرنا أصبحت الفضاءات مفتوحة، التلفزيون يربي، الميديا تربي، السوشيال ميديا تربي، فلم يصبح الوالدين فقط، ولكن هذا لا بد في حديثنا عن الثوابت، يعني الحديث عن الرقابة أو الطرق القديمة في التربية ما أصبحت هي الأشياء الممكن الإنسان يسير عليها، ولكن لا بد أن نتحدث عن جوانب في غرس الثوابت، بحيث أنه هو الإنسان يكون عنده هذه التربية الذاتية وهذه الرقابة الذاتية من غير رقابة من الأسر. نعم، ما يسمى بالتربية الفعلية أو التربية القولية، إذا لا بد من القول أن يتبعه الفعل أو يتبعه العمل، وده كله يرتكز على اللي هو قائد الأسرة أو مؤسس الأسرة، لأنه زي ما قال إذا كان رب المنزل للضف ضارب فشيمة أهل البيت الطرب والرغص، معناه إذا كان لا شك صاحب البيت ملتزم ومتزن وهو يعرف ما يراد منه أو لماذا خلقه الله عز وجل، وهو مسؤول عن هذه الرعية وعن زوجته وأولاده وبناته، وبالتالي هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأجيال يرون ويسمعون، يرون بأم عيونهم ويسمعون بآذانهم، وبالتالي يعتبر نموذج فعلي وواقعي، لأن الطفل في الغالب يقلد أباه ويقلد أمه. فعشان كده لابد من هذه النواحي حتى يخرج لنا طفل أو شاب صالح يستفيد منه المجتمع ويستفاد منه ويصلح نفسه ويصلح غيره. إذن النواة الأولى وهي اختيار الزوجة الصالحة حتى يكون هناك جيل صالح. صحيح، وحنعود للحديث عن الثوابت المختلفة وملء الفراغ الروحي اللي يمكن هو الآن نحن بنجابه به في كثير من التحديات، ولكن هذه نافذة صباحية مفتوحة أيضا للحديث عن ملامح هذا الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم من مدني ولاية الجزيرة. الاحتفال بهذه المناسبة احتفال مثبوت ومقرون، وكل الأمة السودانية تحتفل بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. أهني الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف، كل سنة وأنتم طيبين، كل عام وأنتم بخير، ربنا يصلح الحال والأحوال. نتشرف أن نكون داخل المدني حاضر في الجزيرة والمواطن الجزيرة الذي يموت عشقا في النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحضر هذه اللحظات الجميلة في ختام احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتنزل على هذه البلاد البركات والخيرات، وأن يعم السودان بالأمن والأمان والسلام.
وحقيقة اليوم نتشرف أن تعود لنا قناة الشروق، تلك القناة العملاقة التي ولدت بأسنانها والتي أحدثت نقلة كاملة نوعية جميلة في الإعلام السوداني، افتقدناها كثيرا ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى أنها عادت مرة أخرى عبر من نيابة المواطنين والمدني والجزيرة عامة أهل الصوفية وأهل العتق النبوي. نحن الأمة المحمدية والأمة الإسلامية غاطبة بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا نحتفل به في ساحة المولد النبوي الشريف بمدينة المدني في خيمة سيد الشعب الجيد وطن الخدام، ومن هنا نبعث التهاني والتحيات والتجليات لكل المحبين والمعظمين لغدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتمنى من ربنا أن يعم السلام والأمن والأمان ربوع الأمة والوطن، وينعم علينا بالسلام وبالطمأنينة وبالرخاء. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم في دارنا مدينة ود مدني. خير وبركة وهذه الحلاوة عندنا وبأسعار رخيصة زهيدة يعني. الحمد لله في متناول اليد. فمرحب بأي زول يجينا يعني، نحن ما بنفوت اي زول لانه ده ايام خير وبركه مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ف ايام طيبه ايام حلوه مولد خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بالمحبه سر الحب للذي لا يفهمي ان حاءه من حاء الرحمن وحاء محمد، وباؤه من باء ابي بكر وجبريل، فليس مثلهما هام بحب الله ومحمد. وجوهر الحب للخالق لا للمخلوق، ولحبيب الله المصطفى الامجد، ولكل من احبه الله والحبيب، وبالصالحين نختم الحب سلاما في التشهد. إذن أهل هذه الزفة وهذا الحشد العظيم لأهل ود مدني ما يدل إلا على المحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ولا نطيل بحق هذه المحبة. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان ولا سيما في السودان، ووفق بينهم يا رحيم يا رحمن. اللهم يا كاشف الهم والغم والحزن من كل شر سلم أهلي ود مدني. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي تشفى به العلل وتنفرج به الكروب، وعلى آله وصحبه ما أشرقت الشمس وغابت الغروب. وكل عام وأنتم بخير والسودان بخير، ومدينة ود مدني العظيمة المحبة للحبيب المصطفى عبر هذه الزفة العجيبة، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، كل أهلنا في الجزيرة. وهذه الملامح المختلفة للاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة الكبيرة من السودانيين للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وحديثنا نواصل الشيخ صديق محمد الزبير، كنا نتحدث عن هذه المحبة وانعكاسها على الأسر، ودائما بنتحدث عن أن هذه المحبة دائما يعني هي توجب الاتباع
في جوانب مختلفة للإصغاط لهذه السيم وهذه السمات المختلفة والقدوة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا وقفنا عند الأسرة وتربية الأبناء، يعني حديث عن التربية بشكل خاص، كيف يمكن أن يملك الأبناء ثوابت مختلفة لهذه القيم المختلفة ليكون الفرد يعني صالح في المجتمع. نعم. وعلموا النشأة علما يستبين به سبل الحياة وقبل العلم أخلاقا. فالمولود لا شك ولا ريب كما جاء في الحديث أن المولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن لا شك ولا أن الأبوين وهم يعتبر النواة الحقيقية لهؤلاء الأطفال الذين هم لا شك ولا ريب أنهم سيقودون المستقبل. فعشان كده التربية لابد أن تكون يعني تربية حقيقية، ولا بد هذه التربية أن تطابق كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطابق ما هو مواكب حتى لا ينفصل حتى الابن عن المجتمع، وما هو على ميزان الشريعة الإسلامية. لابد للمواكبة أن توافق الشرع، وإلا لابد أن يضرب بها عرض الحائط، لأنه نحن عندنا ميزان وهو الشريعة الإسلامية، فينبغي علينا أن نتدن بهذا الميزان، وإلا نكون نحن نقرد في مالطة زي ما بقوله. صح، وهي موازنة التربية التي نتحدث عنها حتى لا ينفصل الأبناء عن مجتمعهم. لابد أن تكون يعني هذه القيم موجودة في جوانب مواكبة للعصر ولغرائنهم أيضا، ولأنه دائما نحن نتحدث عن أنه هذا السمع أو هذه التربية التقليدية أصبحت يعني في مجتمعاتنا يعني هي غير مرقوبة حتى من الأبناء وغير صالحة في هذا الزمان، فلا بد من وجود طرائق مختلفة للتربية المواكبة يعني للعصر عموما. جانب آخر نتحدث عنه في حديثنا عن هذا الذي نتحدث عنه، يعني مشاكل مختلفة أصبحنا نراها في المجتمع، وهذه التحديات من جوانب لوجود مشكلات للشباب أو تناول للمخدرات أو غيرها من المشاكل المشاهدة في المجتمع، أصبحت هي حديثنا فيها يمكن هو حديث عن جوانب الفراغ الروحي، وده مهم نقف عنده، فإنه كيف يمكن أن يملأ الفراغ الروحي للفرد أو للشاب عموما حتى لا ينحدر في جوانب مختلفة لهذه المشكلة. لا شك ولا ريب أن الشباب يعتبر هم غادة المجتمع وهم المستقبل ينتظرهم، وهم يعتبروا أعمدة الأمم، فأي أمة ليس لها شباب لا تكون أمة إلا بالشباب، لأنهم يعتبروا نواة الحياة. فالشاب عليه أول حاجة، ينبقي على الشاب المسلم أن يكون قدر المسؤولية ولا يكون حائضا. فالآن نحن أمام شباب، الآن ربما كثيرا من الشباب فقدوا هويتهم لأنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون، وربما يؤثر فيهم أو يؤثر عليهم الغرب، لأنهم ربما عدم الثوابت أو الفراغ الروحي. نعم. فهذا الكلام يحتاج إلى اللي هو بناء روحي. فالإنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانا، فإذا فقد الإنسان روحه فقد كل شيء. كما أن الجسد يحتاج إلى المأكل والمشرب والملبس، كذلك الروح تحتاج إلى الغذاء الروحي أو الغذاء المعنوي. والغذاء المعنوي هو من الذكر أو قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل أو صلاة على النبي المختار أو الالتزام والاتزان والانضباط، ده كله يعتبر غذاء روحي حتى يؤجر على الإنسان وحتى يكون الإنسان أدى ما هو مطلوب منه. صحيح. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحياة الإنسان كلها تعتبر عبادة، مأكله ومشربه ومنامه ومأكله وهل مجرى. فعشان كذا فالإنسان بالروح وليس بالجسد، لأنه كثير من الناس ربما قال لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون أولئك الأنعام بل هم أضل، أشد من الأنعام. ليه؟ لأنهم ما استخدموا الروح أو ما وجهوا الروح التوجيه الصحيح، التوجيه الذي يستقيم مع دينهم ومع عقيدتهم. وهي مداخل مختلفة للتربية الصحيحة. نعم. المواكبة، يعني نحن حريصين دائما عن حديث المواكبة دي. نعم. الجانب اللي بنتحدث عنه في الزاوية دي يمكن نحن نتحدث في ختام حديثنا ده، الحلويات والمشاهد المختلفة للاحتفاء بالمولد في الأسر أو في الساحات، ممكن تكون هي أيضا بالنسبة للأبناء عموما هي مشاهد لهذا الربط
في حديثنا عن أنه السؤال وتفتح عندهم الأسئلة في أنه لما الاحتفال، فلماذا نحتفي بمولده صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن أن تسقط ذلك، يعني نسقط هذه حتى الملامح في طرائق التربية والمداخل المختلفة لغرس هذه القيم. ونحن مثلا كأبناء أو كمربيين أو كآباء وكذلك الأمهات، طبعا كثير من الناس ربما يسوقون أولادهم أو بناتهم إلى المولد أو إلى الميدان، إلى ميدان المولد ويشترون لهم الحلوى، فينبقي عليهم أن يذكرهم أن هذه الحلوى لم تأتي عبثا ولم تأتي من فراغ، ولكن بمولده صلى الله عليه وسلم وبذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما إحنا عندنا الأبناء كثير من الناس طبعا بيعملوا ما يسمى بعيد الميلاد، أنا لا أدري من أين جاءوا به، فينبغي من باب أولى أن نحتفي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلوى نحن نذكر اسم الله عز وجل فيها، ونأكل هذه الحلوى بنية أن تكون وهي في داخل أجسامنا وأجسادنا، وأن تقوينا وأن تقوي بناتنا وأبنائنا للعبادة ولعبادة الله عز وجل، وأن نذكر اسم الله عليها. وهي مشاهد للاحتفاء يعني موجودة زي ما ذكرنا، هي وجودة بيفتح أسئلة مختلفة. خلونا نشاهد مشاهد مختلفة لحلوى المولد ونعود نواصل حديثنا. ولد الحبيب ومثله لا يولد، والنور من وجناته يتوقد، جعلت له الأرض طهورا ومسجدا، والكون ضاء أنواره تتزايد، والطير هللا من المستبشرا، والكون شاكر للإله وحامد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني الشعب السوداني بحلول المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بخير. فوالله عندنا أنواع الحلاوة هنا، في هريسة، في لكوم، في جوزة، في حمص، في جوزة وفي حمص، والإقبال يعني السوق والله يعني ما شاء الله الحمد لله البيع متوسط يعني ما زي السنين الفاتت، والإقبال زاده ما زي السنين الفاتت وسط. الأسعار والله عندنا طبعا حلاوة مدرمانية، المشكل بألف جنيه، والسمسم الصافي بألف ونص، والجوزية بألف ونص، واللكوم بألف جنيه. به نالت الأفراح سفل علوها، وتشرفت بغدوم سيدي أحمد، وحليمة لرضاعه لما أتت، فرأته كالبدر المنير وأزيد، فرحت به فرحات وغبلت الحبيب. كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، وهذه اللوحة الاحتفائية بمولده صلى الله عليه وسلم. نرحب من جديد بالشيخ صديق محمد الزبير، وكنا نتحدث عن الأسرة وتكوين الأسرة، جوانب مختلفة، تحدثنا عن التربية وتربية الأبناء وكيف يمكن أن تكون هذه التربية بين موازنات غرس القيم والمواكبة. دعنا نتحدث عن معاملة الزوجة أيضا، أو المرأة عموما إذا كانت الزوجة أو الأخت أو غيرها من فالتعاملات هذه قد يشوبها مؤخرا بعض المشكلات. خلينا نتحدث في الجانب ده، في إسقاط قيم حياته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب من التعامل مع المرأة. نعم، تعامل الزوج مع زوجته أو الرجل مع زوجته ونماذج مختلفة. نعم، وينبغي أن تكون المعاملة معاملة حسنة
ومعاملة أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر، كما الرسول كان يعامل زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها بالتعامل الراغي والتعامل الحسن، وهكذا كان يدلعها ويقولها يا عائش فكيف نحن ندلع نساءنا وزوجاتنا ونتعامل معهم بلطف وبحنية وبعطف. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة بمعنى الرحمة والإلفة، كيف تكون هناك رحمة وكيف يكون هناك عطف وكيف يكون هناك حنان وتبادل، وبالتالي صحيح. ينبغي أن يكون المسلم هكذا يعني. صحيح، والمودة والرحمة قد يعني مؤخرا نشاهد ملامح لأنها هي ما موجودة في ثقافاتنا أحيانا يعني، ولو أنها هي المفترض من أصل الدين، فنحن نسعد بأن تكون هذه القيم موجودة في حياتنا اليومية، وسعدنا جدا بحضورك اليوم على شاطئ هذا الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم في حديثنا عن سيرته وكيف يمكن أن نصغطها على حياتنا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صديق محمد الزبير، شكرا لحضورك معنا اليوم صباحا، واتمنى أن نكون قد قدمنا هذه المادة في حديثنا عن عبر وعظات ونهج للحياة يجب أن يتبعه الجميع في حديث عن غرس هذه القيم والسمات الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي أسرنا وعند أبنائنا في التربية. لكم كل التحايا مشاهدينا، وكل عام وأنتم جميعا وهذه الأمة الإسلامية بألف خير. وأنا من هنا بشكر الأخ المدير وبشكر قناة الشروق وكل الفريق العامل أو التيم العامل على إتاحتهم لنا لهذه الفرصة، فنقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد الله خطاكم، ونسأل الله أن تكون قناة الشروق وهي تشرق ليلا ونهارا وفي أنحاء المعمورة جمعاء. شكرا لك جزيلا، وشكرا لكل مراسلي الشروق في مختلف الولايات اللي كانوا حضور معنا اليوم لنقل ملامح الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم في مختلف مساحاتنا السودانية، ودائما من خلال صباح الشروق هم موجودين لنقل النبض الصباحي في كل ولاياتنا السودانية. فشكرا لكم جزيلا، وشكرا لكل من شاهد حلقتنا الخاصة للاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. سلام وحيل المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. سلام سلام وحيل المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. علينا إليكم توارى فهلا سمحتم لنا بالبريغ، وهلا سمعتم نداء الغريغ ببحر عميق ووقت ظلام. سلام سلام وحيل المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. ألا فانصروا سادتي للفقير، فليس له غيركم من نصير. أتى بابكم عاجزا مستجير، فجود عليه بنيل المراد. سلام سلام أهيل المدام، خذوني عليكم فأنتم كرام. فكم يشتكي نفسه والهوى، وكم يشتكي إلا تام في الجوى. كثير كسيح ما له من قوى، سوى أنه لا إذن بالمقام. سلام سلام أهيل المدام، خذوني عليكم ف
فآتوكم على بابكم غدا حطاتنا الرحال لأعتابكم غدا رفعنا السؤال حقيق جدير بكم يا رجال قبول الدعاء بكل احترام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم كرام أصلوا حبلنا كم وصلتم حبالا كذاك أشهدونا شهود الجمال ألا آنسونا بذكر الجلال إلى أن نرى حالة الاصطلاح سلام سلام أهيل المداوى فاحضروا عند يوم الرحيل ألا قابلونا بوجه جميل ألا فادخلونا بظل ظليل بعيد الوفاة بحسن الختام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم ألا ناظرونا برؤيات منا له الامتنان بحسن المنن ألا فأصحبونا بجاد الحسن وآل وصاحب هداءات كرام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم وصلى على المصطفى ربنا وآل وصحب أهيل الهنا صلاة بها نرتغي للمنى وحمدا وشكرا لباري الأنام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم كرام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم فأنتم كرام سلام سلام أهيل المدام خذوني عليكم